بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بنبدأ تدريبات على الفصل الخامس، عندنا رقم 29 بيقول لي: يصعد شخص بسرعة ثابتة تلا يميل على الرأس بزاوية قدرها 60، ارسم خط الحركة الحر لهذا الشخص. هنا في رقم 29 أدي الزاوية اللي عندك قدرها 60، وهذا الشخص اللي موجود وبيصعد هذا التل، يعني ماشي كده الحركة بتاعته بنفس الشكل. عايزين نشوف المخطط الحر هيمشي ازاي بالنسبة لنا. فده الزاوية اللي عندك 60، ادي الجسم اللي عندي. طبعا قلنا الوزن دايما اللي يكون للأسفل بالنسبة لنا، ونبدأ نشوف. عايزينها مرة كده على المحور الرأسي ومرة كده على المحور الأفقي. قلنا قبل كده ان الزاوية دي بتساوي ديت اوتوماتيك، يعني دي 60 دي 60. عايز اشوف تطلع كام، قال لي اف جي كوزاين، اللي خدناها كوزاين قريب من الزاوية، وهذه على الافقي اف جي ساين، ليه خدناها ساين؟ عشان بعيد عن الزاويه. طيب هو بيتحرك ماشي كده على التل من فوق، معناه كده الحركه يبقى في عندك هنا قوه احتكاك. قلنا قبل كده دايما الاحتكاك عكس اتجاه الحركه بالنسبه لنا. لاحظ هنا ده مخطط الجسم الحر، ده سؤال رقم 29. نفس النظام نروح على رقم 30، بيقول لي هنا: حرك احمد وسمير طاوله كاس عليها كتله 44 من 100 كيلو جرام بعيد عن شاشة الشمس. رفع احمد الطاوله وبعدين مالت، قبل ان يرفع سمير الطرف المقابل مالت الطاوله على الافق بزاويه 15، اوجد مركبتي الوزن للكاس الموازيه لسطح الطاوله والعمود عليها. نفس الكلام رقم 30 بنفس الشكل، ادي الزاويه اللي عندها 15 وادي الجسم اللي موجود، وعايز احلل نفس الكلام. انت على طول الوزن يديك على طول اف جي لتحت، وادي الزاويه زي الزاويه، وابدا اقسمها برضه هنا اف جي كوزين 15 واف جي ساين ثيتا او ساين 15 بالنسبه لنا. هنا هو عايز الاكس والواي، ديت بالنسبه لنا الام ادي الكتله، الاف جي بضرب في 9.8، وبعدين بشوف انت عايز الواي، عملناها ادي الواي، قال لي ام جي كوزين 15، وادي الاكس بالنسبه لنا ام جي ساين 15. بنحسب بالاله يطلع لك نفس الارقام اللي عندك، ده كده رقم 30. نروح على 31، أنا 31، أنا واحد قاعد هو شخص قاعد كتلته 50 كيلو، قاعد على كرسي في عيادته بالأسنان. إذا كانت مركبة الوزن العمودية له بتساوي 449 نيوتن، فما الزاوية التي يميل بها الكرسي على المحور الأفقي؟ نفس النظام، هو جالس كده، هذا الشخص بالنسبة لنا برضه الوزن الأسفل، برضه نفس النظام، هذه الزاوية بالنسبة لنا إحنا نبغاها المرة دي، فقال كده إم جي ساين ثيتا وإم جي كوساين ثيتا. القوة اللي عنده 449 هذه بيقول لي القوة عندك 449 ام جي كوزين ثيتا، مش هنا نفس الكلام؟ هنا عايزين نعرف الثيتا بالنسبة لنا. الكوزين طلعت 92%، لما تحب تجيب الكوزين هتبقى نجيب الزاوية نفسها، يقول لي كوزين ماينس 1 معناها شفت كوزين، طلعت الزاوية اللي عندي 23.1 بنفس الشكل. أيضا 32 بنفس الكلام بيقول لي ينزلق سامي على سطح مائل زاوية 35، الكتلة بتاعته 43، ما مقدار القوة العمودية بين سامي والسطح الأفقي؟ نفس الرسمة هنا نفس الكلام، أدي الزاوية اللي عندك 35 وبرضه الوزن الأسفل، وأقسمها بنفس الشكل، هنا إم جي، هنا إم جي كوزين ثيتا أو كوزين 35، هنا إم جي ساين. افتكر دايما اللي جنب الزاوية كوزين والبعيد عن الزاوية ساين. الإف إن هو عايز القوة العمودية، القوة العمودية بالنسبة لنا هتساوي نفس الرقم ده، إم جي كوزين 35، حسبناها طلعت 345.2 إن. نكمل بقى المرة الجاية، كفاية نكمل المرة